ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايوه بابا، اخبار حضرتك ايه؟ تمام والله الحمد لله بخير. انا في سايبر نت، لا عندي شغل بخلصه بس الساعة. ياه خدتش بالي، معلش. لا لا هاجي فورا ان شاء الله، لا ما تقلقش هاجي على طول باذن الله. لا جزاكم الله خيرا، الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنقعد على الانترنت من غير ما ناخد بالنا من الوقت. صراحة الانترنت نعمة، ومن غيره ما نعرفش نخلص أبحاثنا، ما نعرفش نخلص شغلنا، ما نعرفش ننجز حاجات كتير جدا. لكن هل يمكن يكون الانترنت في يوم ما نقمة؟ هل يمكن أكون أنا مدمن للانترنت؟ تعالوا بنا نعرف ده في حلقة النهاردة، نعرف حاجات كتير في الحلقة. أولا، ما معنى إدمان الانترنت؟ وهل أنا ممكن أعرض أن أكون مدمنا للانترنت؟ وهل لإدمان الانترنت سلبيات وإيجابيات؟ حول إدمان الإنترنت نتعرف في هذه الحلقة بإذن الله مع ضيفنا الكريم. لطالما تم حصر معنى الإدمان في مفهوم ضيق لا يتعدى مدمن المخدرات، بالرغم من أن للإدمان مفهوما أساسيا يشمل حياة الإنسان. مشاهدينا، باسمي وباسمكم يشرفني ويسعدني أن أرحب بسعادة الأستاذ الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا مرحبا بدكتور محمد للمرة الثانية في برنامج مع الشباب. وسهلا. أنا مرحبا بكم. مشاهدينا الكرام، يسرنا ويشرفنا أيضا استقبال تفاعلاتكم معنا عبر مداخلتكم الهاتفية عن طريق الأرقام المعلنة أمامكم على الشاشة الآن. دكتور محمد، ندخل في الموضوع مباشرة. نريد أن نعرف المشاهدين حول مفهوم الإدمان بشكل عام. هو المفهوم التقليدي القديم طلع على تعاطي مواد مخدرة، وعشان كده كان بينحصر في التعاطي المتكرر أو المستمر لمادة، ويحتاج الإنسان لأن يزيد من جرعة هذه المادة بشكل مستمر حتى يحصل على نفس التأثير، وإذا توقف عن تعاطيها تحدث له أعراض انسحابية في صورة أعراض جسمانية وأعراض نفسية تجعله مضطرباً. ده كان التعريف التقليدي للإدمان، ومرتبط بتعاطي مادة وفيه جزء جسدي وجزء نفسي من التأثير سواء في التعاطي أو في الانسحاب. في يعني علماء نفس جم ولقوا أنه يعني جزء كبير من هذه الخصائص ينطبق على أشياء أخرى غير المواد المخدرة. فمثلا وجدوا أن في إدمان على لعب القمار، وفي إدمان في الأكل، وفي إدمان في الجنس. يعني هناك مفهوم أوسع للإدمان. نعم. لكن أول يعني ما تكلموا كان على أساس إنه القمار والأكل المستمر والجنس وأشياء أخرى والتسوق حتى. يعني في إدمان في التسوق، في ناس ينزلوا السوق ما هماش عايزين يشتروا حاجة لكن مجبرين على النزول وشراء أشياء لا يحتاجوها. فهنا التوسع مفهوم الإدمان. في علماء قالوا لا، احنا هنخلي كلمة الإدمان على التعاطي المواد بس اللي بتأثر في المخ والجهاز العصبي، والحاجات الدنيا دي كلها نسميها نوع من الأفعال القهرية أو نوع من الاندفاع أو نوع من فقد القدرة على التحكم أو نوع من السلوك الضار أو السلوك المنفلت. ففي يعني اختلاف ما بين علماء النفس حوالين هل الحاجات دي تدخل في تعريف الإدمان ولا تدخل في الأسماء اللي قلناها. تمام دكتور، قد يرى البعض أن للإنترنت مفهوم قاصر، أو بيكون مفهومه أن الإنترنت شبكة معلوماتية، شبكة تثقيفية، شبكة تعليمية بشتى أنواعها، وآخر يرى أن الإنترنت شبكة للشاتنج للتعارف، وآخر يرى أيضا أن الإنترنت شبكة للجيم، كل واحد على حسب توجهه. عايز أعرف حضرتك إيه المفهوم الواسع الأشمل لشبكة الإنترنت؟ هو الانترنت مفهومه الأوسع أنه شبكة للحياة. هو في كل شيء يخص الحياة. تمام. وتواصل هائل جدا ما بين البشر، وتجميع لكل خبرات ومعلومات البشر في كل نواحي الحياة، في العلم وفي الثقافة وفي الفن وفي الأدب وفي الجنس وفي الطعام وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي كل حاجة.
وعشان كده الانترنت احدث نقلة نوعية هائلة في زمن قصير جدا في حياة البشر، ومع استمراره ستحدث نقلات نوعية في زمن شديد القصر. نعم دكتور، تعرفنا على الإدمان الحقيقي أو الإدمان بأنواعه، لكن نريد أن نعرف أكثر عن إدمان الإنترنت. هل له أساسا من الصحة أم أنه يعني مصطلح نحن الذين أطلقناه؟ هو مش احنا اللي اطلقناه، اللي اطلقته واحده اسمها عالمه نفس امريكيه اسمها يونج سنه 1994، ودي اتكلمت عنه في الاول وعملت دراسات كتيره عليه وطبقت استبيانات على عدد كبير من الناس المتورطين في استخدام الانترنت بشكل دائم او شكل قهري. فلما عملت الدراسات دي قالت يا جماعه خدوا بالكم احنا قدام ظاهرة اسمها ادمان الانترنت. كان قبل كده في كلام عن ادمان التلفزيون لكن لقوا انه ادمان التلفزيون اقل من ادمان الانترنت كمان. فهي اتكلمت وعملت مركز للابحاث وعملت مركز لعلاج حالات الادمان، واستمر بعد كده بقى ناس كتير جم بعدها طوروا الحكاية. في ناس اعترضوا قالوا لا يا جماعة ده ما فيش إدمان إنترنت ولا حاجة، هو بس إيه الناس بتقعد وكمنه مسلي وكمنه جذاب قوي، فالناس بتقعد فترات طويلة وبيفلت منها الوقت. لكن بعد شوية النوع ده من الإدمان قابل للتحسن الذاتي، إن هو يعني أغلب الناس اللي بيقعدوا على الإنترنت فترات طويلة بيبقى دافل عند المبتدئين اللي لسه مبهورين فرحانين بحاجة جديدة، وبعدين دنيا جديدة قدامهم بتتفتح، بيدخل على عوالم غريبة عليه فبيبقى مبهور. بعد شوية يعني يفقد الانبهار ده ويقدر يتحكم. فاللي قالوا ان هو يعني ذات الشفاء، يعني قالوا ان الانسان ممكن